وأنا أنبهكم بارك الله فيه أن تعودوا إلى كتب العلامة إحسان إلهي الظهير، ذلك العالم الذي راح ضحية مكرهم، فإنه لما تخرج من الجامعة الإسلامية ثم أخذ يدعو إلى ربه على بصيرة، جعل هدفه أن يفضح هؤلاء بعقائدهم من كتبهم من غير ما زيادة حرف ولا نقصان، فكتب وصنف وبين ووضح رحمة الله عليه حتى ضجوا منه وساروا إليه ملتمسين أن يكف، فقال: أكف شريطة أن تعلنوا توبتكم على الملأ وأن ترجعوا وأن تجمعوا كتبكم التي كتبتم ما كتبتم فيها، وكتب فيها أئمتكم ما كتبوا من الضلال والكفر، من أجل أن تحرق ثم تكونوا معنا على أمر سواء. فلم يقبلوا، فماذا صنعوا به؟ جلس يوما يلقي درسا، فأرسلوا إليه مع طفل بمزهرية فيها بعض الورود وفيها قنبلة موقوتة، وحوله بعض أهل العلم من كبار أهل العلم، وجلس الرجل يلقي درسه ويوضح عقيدة المسلمين للمسلمين الغافلين، وجاءت المزهرية بيد الطفل فقبل يده، كما هي السنة في تقبيل الأطفال أن تقبل أيديهم، فقبله ومسح على رأسه ومضى الطفل وانفجرت القنبلة في الرجل. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیز بھی لگتا ہے۔